السلام عليكم إخواني الكرام ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة وكنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على الدولي المغربي حكيم زياش اللي كان اليوم رسمي واعتمد عليه توماس توخيل في مباراة ضد نيوكاسل يونايتد. صراحة المغربي زياش كان واضح بأن لديه الرغبة في تحسين الأداء والفوز بالرسمية رفقة كتيبة تشيلسي، مما شاهدته من إصرار كبير وروح قتالية عالية للدولي المغربي. حكيم زياش سدد الكرة بطريقة رهيبة بالرجل اليسرى من منطقة الجزاء في الزاوية العلوية في الدقيقة 28 من الشوط الأول التي دخلت شباك، لكن تم القبض عليه من طرف التسلل. أيضا جاءت فرصة سانحة للتسجيل لزياش، لكن المغربي ما كانش كيتوقع هذه الكرة هذه بتاتا، مما جعله يفقد توازنه وأرسلها فوق المرمى. الشوط الأول ينتهي بالتعادل بعد أن اندفع تشيلسي إلى الأمام ليحافظ على عودة نيوكاسل إلى الوراء، لكنه أضاع العديد من الفرص الرئيسية، في حين أظهر نيوكاسل طموحا ضئيلا في الهجوم. غاب هافرتز وألغي هدف زياش. البلوز افتقر إلى شيء بسيط في الهجوم ودفاعه صلب كالصخرة. في الشوط الثاني فرصة مبكرة لتشيلسي في الدقيقة 48 من تسديدة المغربي حكيم زياش، لكن للأسف الكرة كانت بالمرصاد من طرف الحارس. دقيقة 56 المغربي يتلقى بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف. أيضا حكيم زياش سدد كرة في دقيقة 58 ارتطمت بأحد المدافعين، والعارضة مرة أخرى مانعت الدولي المغربي حكيم زياش من الاحتفال. دقيقة 63 خروج الدولي حكيم زياش وتعويضه باللاعب براكلي، تشيلسي ينتفض ويسجل 3 أهداف. إذن إخواني الكرام هذا كل ما كان لدينا اليوم. كنتمنى أن الفيديو الخوت يعجبكم وتقبلوا علينا. كنتمنى أنكم تدعمونا باللايكات وتعطونا تعليقات إيجابية أسفل الفيديو. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.